السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. يا فندم لازم اقول محمد حلمي عبد الغني اللي هو 116 23. تمام يا فندم. القاضي كمين. تمام يا فندم. مساء الخير. تمام يا فندم. تمام يا فندم. وكيل مقاتل بس المجد عبد العزيز من قوة اللي هو 116 فرقة 23 الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. تصليح الشخص بندقية علي. تمام يا فندم. عاد فرق في المعهد اللي بصفة دي اللي بصفة دي سنة وثمان شهور يا فندم. سنة وثمان شهور. تنزل اجازة كل قد ايه؟ كل 16 يوم يا فندم. تنزل قد ايه؟ بنزل 8 ايام سيادة. 16 و8؟ تمام سيادة. انا كنت في نقطة زي دي من وانا صغير كده في سنك كده كنت بعد 40 يوم انزل 5 ايام. اقعد كام يوم؟ 40 يوم سيادة. وانزل كام يوم؟ 5 ايام. اه وكان في عربيات بتتحرك ولا كان في طرق ولا كان في اي حاجه. متجوز؟ لا يا فندم لسه على وش خطوبه. على وش خطوبه؟ هتخطب يعني؟ هخطب سيادتك ان شاء الله. عندك شقه ولا لا؟ تمام سيادتك يا فندم. عندك شقه فين؟ في البساتين سيادتك. ده في الجيش ولا؟ تمام سيادتك. بتدفع كام قسطاش يعني؟ بدفع 800 جنيه سيادتك. كتير ولا كويس؟ حلو يا فندم. لا صحيح. حلو والله. صوت طيب. حضرتك طيب يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل شاو جمعه الشاو على قوات اللي هو 116 فرقه 23 سلاح الشخصي كازب ارمجيه 40 مل. تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمه يا فندم. شبر الخيمه. بقى لك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص؟ 10 شهور يا فندم. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في السنه العسكريه. سعادة مستر. طب بتقرا وتكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب يعني على قد مش اللي هو قوي برضه. ان هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا ونكتب؟ مش قوي يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك كتير صح. وبعدين؟ اهو الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش من بس لازم نقرا ونكتب كويس. اكيد يا فندم. وال10 اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت. اكيد طبعا يا فندم. فين محمد؟ فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال10 اشهر. اكيد يا فندم. شكلك نبيه يا ولد، شكلك نبيه. انت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ تقعد وقت الوقت ده ما تضيعش ساعة منك انك تتعلم فيها وتاخد شهادة. لازم يا شباب. تمام زي سيادتك يا فندم. لا تمام زي سيادتي ايه؟ انا حصل عليه. هجيبه محمد انا بتكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجة؟ ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج على قوة اللي هو 116. فرقة 23 مشاة ميكانيكي تصليح تغذية بنقية عليه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سواج يا فندم. ناس بتوع سواج مش طيبين قوي الصعيد. تسلم يا فندم. بالك قد ايه؟ اديني سنة وشهرين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك ايه دبلوم؟ ثانوية يا فندم. طيب مش عايز حاجة؟ سلامتك يا فندم. تمام يا فندم. جندي مقاتل بطل اسلام سريع يا فندم باللي هو 116 فرقة 23 سلاح الشخص بنتهي عليا. فين يا اسلام؟ بالشرقية يا فندم. شغال ايه؟ شغال في فرن يا فندم. بتعمل كام في اليوم؟ 150 جنيه في اليوم يا فندم. متجوز؟ متجوز يا فندم. معاك تعليم ايه؟ دبلوم تجارة يا فندم. دبلوم تجارة. عايش مع والدك؟ اه يا فندم. والدك بيشتغل ايه؟ شغال يا فندم فلاح يا فندم. عندك ارض؟ اه يا فندم. كام فدان؟ فدانين يا فندم. بتشتغلش معاه؟ بشتغل معاه فندم برضه فندم. كده وكده يعني؟ اه. عندك كام اخوات؟ اخين يا فندم. بس؟ انا واخويا بس يا فندم. انتوا اتنين بس؟ اه يا فندم. ما شاء الله. اخوك اكبر منك ولا اصغر؟ لا انا اللي اكبر يا فندم. اكبر منه بقد ايه؟ اكبر منه بثلاث سنين يا فندم. وهو في التعليم ولا؟ تمام يا فندم لسه في التعليم. كويس. مش عايز حاجه؟ شكرا يا فندم. صحيح. شكرا يا فندم. السلام عليكم. تمام يا فندم. جندي مقاتل كولونوس منصور جالس على قوه اللي هو 116 مشاه ميكانيكي فرقه 23 مشاه ميكانيكي الجيش الثالث الميداني تسليح شخصي بندقيه ليه. في حد بيدخن يا اولاد؟ حد بيدخن؟ ابو
السعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا يا فندم. صحيح. والله ما بدخن يا فندم. عايز اصدقك. ابو السعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا والله يا فندم. تعالى كرولز جنبي هنا، تعالوا جنبي وحاولين مني يا ولاد. تعالى. تعالى. تعالى قرب المجموعة دي. تعالى. أول ما اتخرجت من الكلية جيت هنا. عشت فيها دي أحلى أيام. عايز أقول لكم كلكم أوعوا تفتكروا إن الأزمة دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك إمتى الإرهاب يخلص؟ إمتى إيه؟ الإرهاب يخلص. الإرهاب خلص ولا بخلص؟ خلص يا فندم. بمين؟ بينا يا فندم. بيكوا أنتوا. وبرضه الأزمة اللي إحنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا يا فندم. هم بيكوا. وزي ما أنا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى إن هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، أنا بقول لكم الأزمة دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى إيه؟ هيبقى إيه؟ هيبقى إيه؟ تاريخ. تاريخ. هيبقى إيه؟ تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص الرسائل دي. زي ما خلصت الإرهاب وخلصت حاجات تانية كتير. ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي أنا عايز أقوله لكم أنتوا مع بعضكم هنا ومعاكم الضابط محمد ومعاكم باسل يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض. موضوعات مهمة. تعرفوا لو في أزمة الأزمة دي ليه؟ الأزمة دي ممكن تتحل إزاي؟ لو في حد من زمايلنا عنده مشكلة نساعده إزاي؟ زي طبعاً أوعى تزعل يا شوقي. تمام يا فندم. زي مثلاً أخونا شوقي كده. نبقى إحنا قاعدين هنا ومعانا أخونا ونسيبه؟ ها؟ يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. يا فندم. مش عايزين حاجة؟ شكراً يا فندم. أخبار رمضان بتاكلوا كويس؟ تمام يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. أنا سعيد إن أنا شفتكم. أهلا وسهلا كل سنة وأنتم طيبين. تمام يا فندم. خلي بالكم من نفسكم. تمام يا فندم. لازم برضه نبقى منتبهين. أوعوا أوعوا تضيعوا وقت غير في اللي تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تتدرب كويس طول ما أنت قاعد كده. عشان تخرج من هنا يبقى أنا لما أقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت يا فندم. طيب هقول لكم على حاجة. عايز ساعتين خدمة؟ الخدمة دول تدريب. لما يجي حد هنصحي له قوي. لكن اقف كده بس ده مش كويس. والكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين اشداء من ضمن البناء بناء الجسم بناء عقله. بناء ايه؟ عقله. عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا. ما نخافش من حد. ابدا. ما نخافش يا اولاد. من حد يا فندم. طبعا. هتقاتل ازاي؟ زي ما قاتلته قبل كده، كل سنة وانتم طيبين. تمام يا فندم. متشكرين. إذن مشاهدين تابعنا معكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة والتقى بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. هذا كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مع بعض الجنود كما التقط صورة تذكارية معهم.
إذن بنعيد على حضراتكم مشاهدينا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. تمام يا فندم، نزل موال محمد حلمي عبد الغني اللي هو 116 23. تمام يا فندم. القائد الكمين. تمام يا فندم. سلام طيبين. تمام يا فندم. تمام يا فندم. رقيب مقاتل بس المجد عبد العزيز من قوه اللي هو 116 فرقه 23 الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. تسليع الشخص بندقية علي. تمام يا فندم. عاد فرق في المعهد اللي بصفة ده بصفة دي سنة وثمان شهور يا فندم. سنة وثمان شهور. تنزل اجازة كلها قد ايه؟ كل 16 يوم يا فندم. تنزل قد ايه؟ بنزل 8 ايام سيادة. 16 و8؟ تمام سيادة. انا كنت في نقطة زي دي من وانا صغير كده في سنك كده، كنت بعد 40 يوم بنزل 5 ايام. اقعد كام يوم؟ 40 يوم سيادة. وانزل كام يوم؟ 5 ايام. اه كان في عربيات بتتحرك ولا كان في طرق ولا كان في اي حاجه. متجوز؟ لا يا فندم لسه على وش خطوب. على وش خطوب؟ هتخطب يعني؟ هخطب سيادتك ان شاء الله. عندك شقه ولا لا؟ تمام سيادتك يا فندم. عندك شقه فين؟ في البساتين سيادتك. ده في الجيش ولا؟ تمام سيادتك. بتدفع كام استاذ شهري؟ بدفع 800 جنيه سيادتك. كتير ولا كويس؟ حلو يا فندم. لا صحيح. حلو والله. صوت طيب. حضرتك طيب يا فندم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل شاو جمعه الشاو على قوات اللي هو 116 فرقه 23 سلاح الشخصي كازبر بجي عيار 40 مللي. تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمه يا فندم. شبر الخيمه. بقى لك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص؟ 10 شهور يا فندم. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في السنه الاخيره. سعادة مستر. طب بتقرا وتكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب كويس يعني على قد مش اللي هو اول ان هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا ونكتب؟ مش قوي يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك كتير زحمه. وبعدين؟ اه الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش من بس لازم نقرا ونكتب كويس. ايه ده يا فندم؟ وال10 اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت. اكيد طبعا يا فندم. فين محمد؟ فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال10 اشهر. اكيد يا فندم. شكلك نبيه يا ولد، شكلك نبيه. وانت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ تقعد الوقت ده ما تضيعش ساعة منك انك تتعلم فيها وتاخد شهادة. لازم اشهد. سلام زي سيادتك يا فندم. لا سلام زي سيادتك ايه؟ انا هسأل عليه. هجيبه محمد على المكان بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجة. ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج على قوه اللي هو 116 فرقه 23 مشاه ميكانيكي تسليح تغذي بنقيه عليه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سوهاج يا فندم. ناس بتوع سعيد من الصايدين او الصعيد. تسلم يا فندم. بالك قد ايه؟ اديني سنه وشهرين يا فندم. فاضلك قد ايه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك ايه دبلوم؟ ثانويه يا فندم. طيب مش عايز حاجه؟ سلامتك يا فندم. تمام يا فندم. كنت مقاتل بطل اسلام سريع يا فندم باللي هو 116 فرقه 23 سلاح الشخص بالدهاء عليا. منين يا اسلام؟ من الشرقيه يا فندم. شغال ايه؟ شغال في فرن يا فندم. بتعمل كام في اليوم؟ 150 جنيه في اليوم يا فندم. متجوز؟ متجوز يا فندم. معاك تعليم ايه؟ دبلوم تجاره يا فندم. دبلوم تجاره. عايش مع والدك؟ اه يا فندم. والدك بيشتغل ايه؟ شغال يا فندم فلاح يا فندم. عندك ارض؟ اه يا فندم. كام فدان؟ فدانين يا فندم. تشتغلش معاه؟ بشتغل معاه فندم برضه فندم. كده وكده يعني؟ اه. ما
عليك يا اخوان. اخينا فندم بس انا واخويا بس فندم. انتوا اتنين بس؟ اه فندم. ما شاء الله. واخوك اكبر منك ولا اصغر؟ لا انا اللي اكبر فندم. اكبر منه بقد ايه؟ اكبر منه بثلاث سنين يا فندم. هو في التعليم ولا؟ تمام يا فندم لسه في التعليم. كويس مش عايز حاجه. شكرا يا فندم. صحيح. شكرا يا فندم. السلام عليكم. تمام يا فندم. جندي مقاتل كرونوس منصور جالس على قوة اللي هو 116 مشاة ميكانيك الفرقة 23 مشاة ميكانيك الجيش الثلاثي الميدان التسليح الشخصي والبندقية. ليه؟ في حد بيدخن يا ولاد؟ حد بيدخن؟ أبو سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا يا فندم. صحيح. والله ما بدخن يا فندم. عايز أصدقك. أبو سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا والله يا فندم. تعالى كرونوس جنبي هنا، تعالوا جنبي حوالين مني يا ولاد. تعالى. 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 أنا قرب المجموعة دي. تعالي. أول ما اتخرجت من الكلية جيت هنا. عشت فيها دي أحلى أيام. عايز أقول لكم كلكم أوعوا تفتكروا إن الأزمة دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين. مش كده؟ 10 سنين. كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا ما خلص؟ خلص يا فندم. بمين؟ فينا يا فندم. بيكوا انتوا. وبرده الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ فينا يا فندم. امال ايه؟ بيكوا. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار اللي الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ تاريخ. تاريخ. هيبقى ايه؟ تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص المسائل دي. زي ما خلصنا الارهاب وخلصنا حاجات تانية كتير. ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي انا عايز اقوله لكم انتوا مع بعضكم هنا ومعاكم ضابط محمد ومعاكم باسل يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض، موضوعات مهمة تعرفوا لو في أزمة الأزمة دي ليه والأزمة دي ممكن تتحل إزاي، لو في حد من زمايلنا عنده مشكلة نساعده إزاي. زي طبعا اوعى تزعل يا شوقي. تمام يا فندم. زي مثلا أخونا شوقي كده نبقى إحنا قاعدين هنا ومعانا أخونا ونسيبه؟ ها؟ كل سنة وانتم طيبين. مش عايزين حاجة؟ شكرا يا فندم. أخبار رمضان بتاكلوا كويس؟ تمام يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. أنا سعيد إن أنا شفتكم. أنا أسعد. كل سنة وانتم طيبين. تمام يا فندم. خلي بالكم من نفسكم. تمام يا فندم. لازم برضو نبقى منتبهين. أوعوا أوعوا تضيعوا وقت غير اللي تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تدرب كويس طول ما انت قاعد كده عشان تخرج من هنا. يبقى انا لما اقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت يا فندم. طيب هقول لكم على حاجه، عايز ساعتين خدمه، الخدمه دول تدريب، لما يجي حد هنصحي له قوي، لكن اقف كده بس ده مش كويس. والكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين اشداء من ضمن البناء، بناء الجسم وبناء عقله. ابناء ايه؟ عقله. عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد ابدا. ما نخافش يا اولاد من حد يا فندم. طبعا. وانا هتقاتل ازاي؟ زي ما قاتلته قبل كده. كل سنه طيبين. وانتم طيبين يا فندم. متشكرين. إذن مشاهدينا لازلنا معكم في متابعتنا لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة. والتقى أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وأيضا مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، حيث أجرى الرئيس السيسي حوارا مع بعض الجنود كما التقط صورة تذكارية معهم.
ونتابع معكم مشاهدينا بالتأكيد للمزيد من المتابعة والنقاش. ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. وفي البداية العديد من الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده للارتكازات الأمنية بشرق القناة، وأيضا لقائه مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. كيف تابعت هذه الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي؟ في البداية أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الكرام. يمكن إحنا سمعنا وشاهدنا لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائه من الجنود. يمكن دفء الحوار بينه وما بين أبنائه الجنود ليس بعيدا عن لقاء الرئيس دائما مع كافة المصريين من الشرائح والطوائف المختلفة، عندما يتبادل معهم الحديث عن أحوالهم اليومية، عن أعمالهم، عن أسرهم، عن حياتهم المعيشية، عن الظروف اللي بيعيشوها. كل هذه التفاصيل بتديك واقعية في ومصداقية من الحوار اللي طالع من القلب إلى القلب. فبالتالي يمكن بتجد دائما الرئيس بيتلمس الفرصة لمحاورة أبنائه دائما ومشاركتهم حياتهم المعيشية واليومية، ويعرف تفاصيلهم عايشة ازاي. فانت زي ما حضرتك شاهدت في التقرير، واحد يقول لك انا من صهاج والتاني من الشرقية والتاني من الجليوبية. فالجيش المصري دايما بيبقى ابنائه من كل محافظات الجمهورية، وبالتالي تستطيع من خلال ان انت شفت صورة مصر ازاي من خلال اجوبة الجنود لفخامة الرئيس. يمكن الرسائل الابوية والانسانية والطمأنينة اللي دايما الرئيس دايما بيحاول يوصلها للمصريين في الأزمات، زي ما بيقول المجندين احنا كان عندنا أزمة الإرهاب من 10 سنين، وكنا دايما بنتمنى ونتساءل متى ينتهي أزمة الإرهاب، والآن أصبح الإرهاب تاريخ. والدليل على ذلك التفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناطق وهذه الارتكازات. وبالتالي أستاذ محمود، وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الأزمة الحالية، وتحدث أيضا عن أنه هذه الأزمة ستصبح تاريخ زي ما حضرتك ذكرت في رسائل طمأنة. بالضبط. فزي ما كانت الإرهاب أصبح تاريخ، ورسالته لكل المصريين ولأبنائه الجنود أن الأزمة الاقتصادية اللي بتمر مصر بها حاليا ستصبح تاريخ، وقريبا جدا بإذن الله كما أكد فخامة الرئيس. ويمكن المصريين دايما يعني ما فيش أزمة عصية على إن هم يعدوها. يمكن احنا التاريخ القريب اللي احنا عشناه خلال 15 سنة فاتت بيؤكد لك هذه المعلومة وهذا الإصرار. ويمكن احنا النهاردة بتمر علينا ذكرى العاشر من رمضان، والذكرى العظيمة والعزيزة على قلبنا جميعا. يمكن الرسالة الثانية المهمة اللي الرئيس بيأكد عليها دايما برضو اللي هي استثمار الوقت. يعني زي ما بيقول للجنود محدش يضيع وقته، دايما وقتك استغله واستثمره في التدريب، ازاي تبني جسمك وازاي تبني عقلك، وازاي وجه ان احد المجندين لازم ما يطلعش من الجيش غير هو واخد شهاده القراءه والكتابه ومحو الاميه. فبالتالي انت بتبني رجال وبتبني مقاتلين، ولابد ان الناس تتسلح بالجساره وعدم الخوف، لان احنا بنواجه ازمات كثيره جدا، وهذا يتطلب مننا ان احنا نكون مستعدين دايما، مستعدين دايما ببناء عقولنا وبناء اجسامنا، وازاي نواجه هذه الامور. يمكن وفي هذه النقطه بالتحديد استاذ محمود، الرئيس السيسي تحدث عن الجاهزيه دائما زي ما حضرتك ذكرت، الجاهزيه بكل اشكالها وبكل محاورها. حتى الرئيس ذكر انه الارهاب خلص بيكو وهو بيوجه كلامه، يعني بالتالي يعني بالتاكيد رسائل الرئيس السيسي فيها ايضا انه نحن متضمنين في هذه يعني الجهود التي تتم دائما. مصر دائما هي لحمة واحدة في مواجهة الأزمات، ودائما الجاهزية للدولة أو دولة فخامة الرئيس عود عليها المصريين إن احنا دائما لابد إن احنا نكون مستعدين لمواجهة أي أزمة مهما طالت، ولكن تكاتفنا وتلاحمنا وإزاي نتكاتف مع بعض علشان نواجه هذه الأزمة هو ده السلاح اللي نقدر نخط بيه اي ازمه ممكن مصر تعبرها او مصر تمر بيها في اي وقت وفي اي زمن. وبالتالي دايما هو فخامه الرئيس هو القائد والمنير لينا في هذه الامور، ودايما رسائله او خروجه علينا دايما في رسائل طمأنه هو اللي بيدي لكل المصريين الثقه. يمكن احنا خلال السنوات الماضيه تعودنا على
توطؤ الجسور العلاقة بين فخامة الرئيس وبين الشعب المصري وأطيافه المتنوعة دايما. احنا بنشوف جوالته على طول في الشارع بيتجاذب الحديث مع الناس، بيسألهم على تفاصيل حياتهم زي ما شفنا حواره النهاردة مع الجنود. حضرتك والدك شغال ايه؟ ايجار شقتك كام؟ متجوز ولا مش متجوز؟ مبسوط ولا مش مبسوط؟ وهكذا. ولكن في النهاية يمكن الحوار ده زي ما قلت لحضرتك كان بيملأه دفء الأبوة، حوار طالع من القلب من وصادق زي ما معتادين على حوارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أو ما يخرج من لسانه دائما من معلومات ومن طمأنينة. ودائما احنا بنؤكد على فكرة تكاتف هذا الشعب وكل أطيافه خلف قائده العظيم من أجل صحيح. وزي ما حضرتك ذكرت رئيس سيسي دايما في كل جولة وفي كل مناسبة بيكون حريص على التواصل المباشر، يعني ده بيعكس بالتأكيد اهتمام كبير من رئيس سيسي لمعرفة كل التفاصيل وكل يعني الأشخاص بشكل شخصي اللي بيقابلهم. خلينا نتكلم كمان عن محاربة الإرهاب في سيناء والتنمية التي تتم الآن في سيناء. ونحن قبل أسابيع شاهدنا مشهد عظيم وهو اصطفاف المعدات التي تعمل في التنمية في سيناء. حدثنا عن التنمية في سيناء أستاذ محمود. يمكن زي ما قلت لحضرتك أن المشهد بتاع اصطفاف المعدات لتنمية سيناء مشهد يمكن احنا متمنينه من زمن طويل جدا. كنا نتمنى أن من بعد حرب 73 أن سيناء أو زي ما الأجيال اللي قبلنا عاشت اللحظات دي كانت تتمنى إن هي تشوف سينا دي في حتة تانية خالص. لكن الظروف الأخيرة اللي واجهتها مصر وواجهها الإرهاب وبدأنا نلاقي تمركز الإرهاب في مكان غالي علينا زي سيناء، ويمكن من بعد ثورة 30 يونيو بدأ يعني بدأنا نفكر جيدا كيف يتم التخلص من الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية. يمكن مصر كانت لها تجربة فريدة جدا خلال السنوات الماضية أو انطلاق ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار، إن احنا كان الزراعة تبني والزراعة تحارب الإرهاب. ويمكن بفضل الله وبفضل القوات المسلحة والشرطة المصرية بعد القضاء على الإرهاب بدأنا نشوف إزاي التنمية هتتم في سيناء أو إزاي المشروعات اللي هتحصل في سيناء. ويمكن خلال السنوات اللي فاتت كانت تحدث تنمية ولكن ليست بالسرعه المطلوبه او ليست بالكفاءه العاليه بسبب يعني بسبب ازمه الارهاب اللي موجوده على ارض سيناء او على بعض المناطق الموجوده في سيناء. ولكن المشروعات اللي هتحصل دي او سواء كانت مشروعات زراعيه او صناعيه او سياحيه او غيره من الحاجات اللي كنا بنطمح فيها في البيئه الجغرافيه اللي موجوده، يمكن احنا سيناء فيها من المقومات الكبيره جدا والعظيمه جدا التي تساعد في تنمية وازدهار الاقتصاد المصري. ويمكن خلال الفترة المقبلة سيناء ستكون يعني رقم محوري وكبير جدا في المعادلة الاقتصادية المصرية. صحيح. واحنا بنتكلم كمان صحيح احنا بنتكلم عن مشروعات وتنمية في كافة المحاور، بنتكلم عن كافة المحاور الحقيقة، مشروعات سياحية، مشروعات تنموية، مشروعات سكنية أيضا. بالظبط. ويمكن خلال السنوات الماضية الأنفاق اللي تم بنائها، المحاور اللي اتعملت، الطرق اللي تم تمهيدها، البيئة، تهيئة البيئة المحيطة بسيناء وإقليم شرق قناة السويس وغيره من المناطق دي يمكن يعني ستقرب المسافات أكثر بسرعة تنفيذ المشروعات اللي مطلوبة تنفيذها على أرض سيناء خلال السنوات المقبلة. ويمكن ده زي ما قلت لحضرتك هيكون عامل قوي جدا في تحريك تنمية الاقتصاد المصري. إذن بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه التغطية. لازلنا مستمرين مع حضراتكم في هذه المتابعة، وبينضم إلينا الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي. بنرحب بحضرتك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. وفي البداية يعني كيف تابعت تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتكازات الأمنية بشرق القناة؟ الرئيس أيضا التقى بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة وأيضا مقاتلي الجيشين الثاني والثالث أو الجيش الثاني والثالث الميدانيين. كيف تابعت الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال تفقدي في هذه الجولة؟ طيب خلينا نؤكد في البداية أن توقيت الزيارة مهم للغاية، ونحن نحتفل بذكرى العاشر من رمضان حرب 6 أكتوبر 1973 وتواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض سيناء اليوم مع مقاتلين من الجيش الثاني الميداني والثالث الميداني وقيادة قوات شرق لمكافحة الإرهاب.
بالتالي الزيارة توقيتها مهم للغاية لأنها تأتي في ذكرى يعني تهم المصريين جميعا، وهي الذكرى الوطنية الأعظم، وهي ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان وحرب أو حرب السادس من أكتوبر. ده رقم واحد. رقم اثنين، نحن أمام تواجد يعني فعلي من القيادة السياسية ورئيس عبد الفتاح السيسي وسط أبنائهم من المقاتلين، وحديثه حوالين العديد من الرسائل، وأهمها طبعا فكرة الانتباه واللي سيادته دايما بيطالب فيها، إن احنا دايما لابد أن نكون منتبهين. سينا دي رجعت لنا حينما أعلن السيد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب صار جزءا أو صار تاريخا لدى المصريين، عادت إلينا بعد أن قمنا بتضحيات بالدماء، ونحن لم نضحي ببروتوكولات أو بأقوال أو شعارات أو أكليشيهات، لكن تم عودة سيناء بالكامل ومواجهة الإرهاب عبر التضحية بالدماء، واللي وقع وسقط يعني أكثر من 3000 شهيد من أبناء قوات الشرطة وقوات القوات المسلحة ومن أبناء سيناء الشرفاء. فنحن بالتالي أمام هذه الرسالة والتواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد للمقاتلين من الجيشين الثاني والثالث وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن احنا لابد أن نكون لدينا ثقافة الانتباه. ومعنى إيه ثقافة الانتباه؟ بمعنى أن مظاهر الإرهاب قد تكون اختفت، لكن الإرهاب قد يظل فكرة لدى بعض العقول أو لدى بعض يعني الشخصيات التي لم تهتدي إلى الطريق الصواب حتى الآن. فبالتالي نحن مطالبين أن السلاح زي ما بيقول في القوات المسلحة، السلاح دائما لابد أن يكون صاحي، لابد أن يكون متيقظين لأي تحركات قد تكون غير سوية أو في مسار غير مسار الدولة المصرية. وبالتالي هذا الأمر يتحقق بالتعاون ما بين القوات المسلحة والشرطة المدنية وما بين أبناء سيناء، وهم يعني في المقدمة الصفوف، هم كانوا في مقدمة الصفوف حينما ضحينا وهم الآن في مقدمة الصفوف حينما ننمي. وبالتالي كل هذه التحركات وكل توجهات الدولة المصرية ومساراتها سواء في العشر سنين اللي فاتوا أو في السنين المقبلة تعتمد قولا واحدا على قوات الشرطة والجيش وأبناء سيناء. هذا هو يعني هذه المعادلة التي تعتمد عليها الدولة المصرية وفلسفتها، ان احنا لابد ان نكون معا، لابد ان نكون منتبهين لما حدث في الماضي، ولابد ان نكون متيقظين لما قد يحدث في المستقبل. وامام كل تلك المسارات لابد جميعا ان نستوعب، وبالتالي هذا يذكرنا بان الدولة المصرية حتى الان تمارس دورها بشكل حقيقي، سواء كان في الاجراءات الفعليه اللي صرفنا عليها اكثر من 700 مليار جنيه في عمليه تنميه سيناء، او سواء حتى القوى الناعمه زي ما احنا بنتابع على الشاشات المتحده من اعمال دراميه بتخلد بطولات سيناء وما يحدث فيها. فبالتالي امام منظومه عمل الدوله المتكامله واللي احنا بنشاهدها طول الوقت، مطالبين احنا كمواطنين ومتابعين للشان العام وفاعلين في المشهد العام ان احنا نكون في صف الدوله، نكون في صف المسارات المستقبليه، بمعنى ان احنا لابد ان نتحرك جميعا. تواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في ذكرى عاشر من رمضان هو توقيت مناسب للغايه، وهي رسائل مهمه للغايه للمقاتلين او ابنائنا من ابناء سيناء. يعني ايضا من ضمن ما تحدث عنه السيد الرئيس، هو بالتاكيد اعرب عن سعادته الكبيره بلقائه ووجوده في وسط ابنائه من مقاتلي القوات المسلحه المصريه على ارض سيناء الغاليه، والحقيقه انه الرئيس ايضا اشاد بالاستعداد الكبير والكفاءه والاستعداد القتالي العالي. كيف تتابع هذه التصريحات من الرئيس السيسي؟ يعني طيب خلينا برضو نؤكد في البداية أن الصورة اللي عرضت يعني أمام كافة المواطنين المصريين، ما فيش ضابط من أبناء القوات المسلحة إلا وسقط من دفعته شهيد واثنين وثلاثة، بل في دفع يعني سقط منها أكثر من 10 أو 15 شهيد. فبالتالي سيادة الرئيس هنا بيتحدث عن ناس متأثرين بشكل مباشر بما حدث في سيناء، لأنهم كان عندهم زمايلهم من الدفع أو حتى جنود عندهم أو القادة بتوعهم سقطوا شهداء في حرب التضحية ضد ضد الإرهاب وعودة سيناء. فبالتالي كان حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا إن إحنا إزاي نبقى كلنا مدركين للحظة، اللحظة هنا ما وصلناش ليها بإن إحنا عملنا إجراءات تقليدية، لكن الدولة المصرية عملت إجراءين مهمين صارت في مسار الإرهاب أو مواجهة الإرهاب، واللي كنا بنصرف عليه ما يقرب من مليار جنيه شهريا، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد الالتزامات ذكر إن إحنا صرفنا ما يقرب من 90 مليار جنيه، وكمان مسار التنمية اللي إحنا صرفنا عليه أكثر من 700 مليار جنيه. المسارين دول عشان نوصل لهم ونمشي فيهم كانت رؤية الدولة المصرية ودفع من القادة السياسية، وبشكل واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن إحنا مش هنروح ناحية الحرب لوحدها أو نروح ناحية التنمية لوحدها، لابد أن نسير في المسارين ولابد أن نعمل على المسارين. وبالتالي عشان النهارده وتواجد سيادته بين أبنائه من المقاتلين من الجيشين الثاني والثالث وقوات الشر،
بالتالي هو بيؤكد على ان احنا وصلنا لهذا المسار، وده يذكرنا حتى بفكره الاصطفاف الوطني اللي حدث منذ عده اسابيع وحضر سياده الرئيس حينما كانت يعني معدات التعمير تذهب لسيناء بشكل كامل عشان تبدا عمليه التعمير بشكل اكبر. احنا هنا بنؤكد على حتى، وهنا برضو في اشاره مهمه ولابد الناس تدركها، ان احنا حتى تواجد سياده الرئيس النهارده كان تواجده بالزي المدني، قبل كده كان تواجد سياده الرئيس بالزي العملياتي اللي هو خاص بالقوات المسلحه. فالنهارده برضو رساله مهمه جدا وضمنيه بتقول ان احنا الحمد لله ماشيين في مسار التنميه بشكل مباشر. مسار التنميه ده بيعتمد على مصطلحات لابد الناس تتذكرها، يعني ميناء العريش هيبقى باذن الله علامه فارقه في تاريخ التنميه والاقتصاد القوم المصري. الطرق الممتده والبنيه التحتيه اللي موجوده عبر السنوات اللي فاتت دي مهمه جدا في عمليات التنميه. فبالتالي كل الاشارات دي بتؤكد ان احنا امام مرحله من الطمانينه ومسار مهم جدا للغايه بيشجع على الاستثمار، بيدعو جميع الاعتبار ان سيناء الحمد لله اصبحت منطقه امنه واصبحت جاذبه للاستثمارات. والمقاتلين اللي تواجد امامهم او تواجد بينهم سياده الرئيس النهارده بيقول لهم ان برضه هيفضلوا متيقظين وسلاحهم مرفوع في وجه اي حد بيظن ان هو ممكن يغير هذا المسار. وباذن الله مقاتلين القوات المسلحه والشرطه المدنيه مش هيتركوا سلاحهم ابدا، وابناء سيناء برضه مش هيتركوا مهمتهم في عمليات التعاون وعمليات، لان المسار ده مسار الكل، وبالتالي امام الكل انه مهمه انه يعني. وفي هذه النقطه بالتحديد انه هذا المسار هو مسار الكل، طبعا الرئيس السيسي تحدث عن ذكرى العاشر من رمضان، هذه الذكرى الغاليه لمصر، وتحدث تحديدا عن تلاحم الجيش والشعب في هذا المشهد العبقري اللي أدى في النهاية إلى الانتصار الكبير والعظيم. دائما هنالك دلالات كبيرة للحديث عن التلاحم بين الجيش والشعب. أستاذ زكي، حرب العاشر من رمضان هي كانت مرحلة اصطفاف حقيقية، اصطفاف وطني حقيقي ما بين القوات المسلحة والشرطة المدنية. ما فيش بلد كانت بتتبني في ست سنين، ما بين 67 هزيمة 67 وبين 73 كان الشعب المصري بكل فئاته وكل قطاعاته والقوى الناعمة والفنانين والمثقفين وكافة الفئات كان عندنا حاجة اسمها المجهود الحربي. الناس كلها كانت بتشتغل عشان اللحظة الحاسمة اللي تمت في 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان 1973، كانت دي مرحلة اصطفاف وطنية حقيقية. احنا كمان في العشر سنين اللي فاتوا احنا قدمنا مراحل حقيقية من الاصطفاف الوطني اللي بيجمع ما بين القوات المسلحة والشرطة المدنية وبين الشعب المصري. وطبعا أخلد لحظة وأعظم لحظة هي لحظة 30 يونيو 2013 اللي دعمت فيها القوات المسلحة مطالب الشعب المصري وكانت موجودة علشان تنحاز لمطالبه. العشر سنين كمان اللي بعد كده وفي حكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا عملنا مراحل كبيرة من الاصطفاف الوطني، وبالتالي هم اللحظتين متشابهتين للغاية. فكرة الاصطفاف الوطني ان احنا ازاي تتكاتف مؤسسات الدولة واجهزة الدولة مع قوى الشعب المصري ان هم يحققوا الهدف. بالتالي احنا برضو لما تحركت يعني المعدات ومعدات التعمير والتنمية نحو سيناء في الفترة الماضية خلال الأسابيع الماضية هي جت بعد تكليل من جهود وتضحيات زي ما قلت لحضرتك بالدم. احنا ما ضحيناش بحاجة بسيطة، احنا ضحينا بالدم فعلا لأن سقط عدد كبير من الشهداء عشان نصل لهذه المرحلة ان احنا يبقى عندنا مراحل أمان، ان المساعدات اللي كانت رايحة سوريا وتركيا كانت خارجة من ميناء العريش اللي موجود شمال سيناء اللي ما كانش يذكر قبل كده في أي يعني وسيلة إعلامية إلا انه يتم استهدافه أو غيره. لكن الحمد لله النهاردة ما فيش حتة في سيناء بيتم ذكرها إلا ذكرها في مجال التنمية أو مرحلة التنمية أو مرحلة التعمير. عشان كده احنا بنسمع عن بير العبد الجديدة، رفح الجديدة، مدينة السلام، كل الطرق دي، حتى الطريق الساحلي اللي كان في وقت من الأوقات بيتقال عليه ان هو يعني كان يعني مفخخ بعناصر ربيع، الحمد لله النهارده طرق كل طرقنا امنه سالمه وتواجد فيها كافه القيادات. راس الدوله المصريه والقياده السياسيه موجود بنفسه في سيناء، وبالتالي امام هذه التحركات وامام هذه المنظومه اللي احنا بنراها وشواهدها بتؤكد على ان المرحله اللي جايه هي مرحله التنميه والتعمير. يعني بخصوص المرحله القادمه زي ما حضرتك بتكلم استاذ زكي، مرحله التنميه والتعمير، حضرتك اتكلمت عن تنميه الطرق بالتاكيد والبنيه التحتيه، ولكن ايضا في محاور اخرى كثيره للتنميه بتتم الان في سيناء. بنتكلم عن مشروعات سياحيه عملاقه، بنتكلم عن العديد من المشاريع الحقيقه، ايضا المشاريع السكنيه وغيرها، بنتكلم عن مشاريع في كل المحاور. احنا بنتكلم عن خطه وضعتها الدوله المصريه لم تكن مسبوقه من قبل، وبقول لحضرتك وصلت ل 700 مليار جنيه، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ التنميه والتعمير في سيناء. وبالتالي تحت هذا الرقم يندرج عده مشروعات، منها مشروعات خاصه بمعالجه المياه، ومشروعات خاصه بالمدن الجديده، مشروعات خاصه بالاسكان، مشروعات خاصه بالتعليم، مشروعات خاصه بمحطات الكهرباء، مشروعات خاصه بفكره بناء الانسان نفسه، واحنا ازاي حتى نقدم يعني التوعيه السليمه لابناء سيناء والشباب والاطفال الصغيرين
ونذكر هنا حتى ان الاعمال الدراميه الاخيره اللي بتعرض حاليا في رمضان وعلى الشاشات المتحده ذكرت بعض الامور الخاصه في هذا السياق، ان احنا ازاي نمارس عمليه التوعيه السليمه لابنائنا من ابناء سيناء، لان هم في مقدمه الصفوف، وده ما يخليناش يعني نغفل حاجه مهمه جدا، ان كل عمليات التعمير اللي بتتم الان بتتم عبر شركات وطنيه يقودها ابناء سيناء وبيعمل فيها ابناء سيناء، لان دي ارضهم، هم يعني الاقدر بان هم يقودوا هذه المرحله ويقودوا عمليه التنميه، لان هم ضحوا معانا بالفعل. فبالتالي هذه الشراكات اللي بتتم عشان نعمل مشروعات عظيمه تفيد المواطن المصري وتفيد الاقتصاد القومي المصري، هي اللي في الاخر بتعود على الكل، يعني معناها ان المواطن اللي يتغافل عن دوره هو موجود في الشيخ زويد، هو هيضر المواطن اللي موجود في اسوان لو ما تمتش المهمه بسهوله ويسر. فبالتالي احنا امام مناخ لابد ان يكون الجميع مستوعبه، يكون عارف ان احنا عايزين نعمل ايه، يكون عارف ان البلد دي خلاص بدات الحمد لله مرحله تنميه، بدل ما كنا بنصرف 90 مليار جنيه على محاربه الارهاب احنا نقدر نوجه هذا الرقم لعمليات التنميه الشامله. فبالتالي كل هذه الامور تبقى يعني تحت بند رئيسي ان احنا نبقى كلنا متيقظين. التيقظ هذا مش مرتبط بالقوات المسلحه ومن يحمل سلاح فقط، لكنه مرتبط كمان بابناء سيناء وشباب سيناء واطفال سيناء، ان هم برضه يبقوا مستوعبين هذه المنظومه، يبقوا شغالين فيها، لان احنا كلنا في الاول والاخر بنعود وبندفع الاقتصاد القومي بقوه ان هو يقدر يفيد المواطن اللي موجود زي ما بقول لحضرتك في اسوان وفي اسكندريه، لان احنا امام ماده خام او زي ما بنقول ارض بكر، لسه كل سيناء دي لسه ارض واعده لديها كثير من الاستثمارات ولديها كثير من الجهود بايدي ابناء سيناء وبايدي الشعب المصري. وبالتالي امام هذه المنظومه والسياق كله بيقول لنا ان احنا لازم كلنا نتكاتف، لابد ان نستوعب رسائل القياده السياسيه بشكل مباشر، لابد ان ندفع هذه العمليه والمسارات، لان خاصه مسار التنميه والتعمير مسار مهم للغايه وبيفيد الاقتصاد القومي ككل. يعني زي ما حضرتك تابعت معانا خلال هذه الجوله التفقديه التي اجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا تابعنا التواصل المباشر، التواصل حتى الاسئله الشخصيه اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسالها لمقاتلي القوات المسلحه، ازاي تابعت وشفت هذا التواصل المباشر وردود فعله في المقاتلين نفسه؟ هذه دولة لديها من الصراحة والمكاشفة ما لم يمر على مصر من قبل، وبالتالي نحن أمام يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا في كافة الالتزامات، سواء هذا الالتزام على مستوى الأفراد أو المقاتلين اللي موجودين أمامه أو حتى على مستوى الشعب المصري، احنا أمام مكاشفة ومصارحة بكل المعلومات وكل التحديات، وهذه يعني حاجة اتولدت مع الجمهورية الجديدة التي بدأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في 2014، أن تكون عمليات المكاشفة طول الوقت موجوده، ان احنا ازاي نجاوب على ما يدور في عقول المواطنين، نجاوب ما يدور في عقول المقاتلين، وبالتالي حتى ان المقاتلين اللي موجودين امام سياده الرئيس النهارده بيجي لهم كبار الشخصيات العامه ورجال الدين ورموز الاعلام والصحافه والشخصيات العامه بيكلموهم كمان في القضايا التي بتثار في الوطن، وبالتالي النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مستمر في نفس النهج اللي هو فكره ان احنا ازاي نصارح الناس، نذكر لهم بعض المعلومات، نقول لهم الحاجات اللي بتدور في بالهم، بنرد عليها، ما لا توجد لدينا خشيه من الحديث في اي نطاق في اي في اي معلومات في اي اخبار، والاحتزاز موجود عند المقاتلين اللي موجود امام سياده الرئيس، لانهم شخصيات واثقه من نفسها بالفعل، لانهم حققوا مهمه وطنيه عظيمه انهم حافظوا على البلد، فكان اولى بيهم انهم فعلا يطرحوا الاسئله وهي فرصه عظيمه. صحيح، والحقيقه وده كان واضح خلال الجوله. بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ زكي القاضي على وجودك معنا وعلى هذه المتابعه الدقيقه لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الامنيه بشرق القناه، وايضا لقائه بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. إذن مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية التي كانت معكم من شاشة إكسترا نيوز، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.